بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور الكرام، اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بخالص التحية والتقدير إلى السيد الرئيس لتشريف سيادته ورعايته الكريمة لهذا المؤتمر الهام. نجتمع اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة التي تستضيف هذا الحدث، حيث نناقش مع دول العالم بعض القضايا ذات الأهمية القصوى بالنسبة لحاضر ومستقبل الحياة على كوكب الأرض، وهي قضية السكان والتنمية. يأتي تنظيم هذا المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 بعد 29 عاماً من تنظيم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، والذي عقد في القاهرة عام 1994 لاستعراض مستجدات القضية السكانية دولياً. إن مشكلة الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر الذي يواجه العمل الوطني في مصر في الحاضر والمستقبل، حيث أنها تعرقل جهود التنمية والنمو الاقتصادي وتلتهم كافة عوائد التنمية، مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبالتالي مستوى معيشتهم. وسبب في ذلك يرجع إلى عدم وجود توازن بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني. إن النمو السكاني السريع يجعل القضاء على الفقر ومكافحة الجوع وسوء التغذية ومواكبة زيادة تغطية النظم الصحية والتعليمية أكثر صعوبة. وعلى العكس من ذلك، فإن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين سيساهم في خفض معدلات الإنجاب وتباطؤ النمو السكاني، وذلك عن طريق الاستثمار في تطوير رأس المال البشري حتى نضمن الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم الجيد في جميع الأعمار، وذلك من خلال تعزيز فرص العمل المنتج واللائق. ويظل التحدي الأعظم هو مدى قدرة الفرد على الإسهام الإيجابي في خدمة المجتمع. إن الزيادة السكانية هي قضية شعب ووطن، بل هي قضية مصير. اسمح لي سيادة الرئيس أن أستعرض رؤية وزارة الصحة والسكان في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وخريطة الطريق للتعامل مع القضية السكانية من واقع تعظيم الخصائص السكانية والارتقاء بجودة الحياة.